شيخنا سمعت قبل فترة محاضرة للشيخ أحمد الوائلي يتكلم فيها عن التطبير، ويقول خاصة التطبير في بلاد الغرب في لندن إنه يعطي صورة سلبية للإسلام، لأن الغربيين إذا رأوا الدماء في الشوارع تسيل يقولون هذا هو إسلام الدم وهذا. وقال الفاظ يعني إن ممكن اللي يطبرون هذيلا جميعا نرميهم في البالوعة على حد قوله. وهم استشكل على التشبيه، ان اذا بعض المؤمنين يركبون على حصان هو تشبيه في الامام زين العابدين او الامام الحسين، وهم يسوون تشبيه في الهايد بارك. هم استشكل على هذا الشيء، فما رايكم في هذا الموضوع؟ يعني أظن أنه من الواضح أنه نحن كشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نأخذ أحكامنا منهم ومن فقهائهم العدول الذين اجتمعت فيهم شرائط الفتية، ولا نأخذ أحكامنا من المتردية والنطيحة، حتى وإن بلغوا من الشهرة ما بلغوا بسبب حناجرهم. مثل هذه التعابير السوقية، أنه نرميهم في البواليع أو شيء من هذا القبيل، دلالة على مدى الضحالة التي يعيشها مثل هذا الشخص. وسبق منا التنبيه أكثر من مرة على أن ليس هنالك بحسب تتبعنا فقيه معتبر، يعني تسلم له الحوزات العلمية بالفقاهة والاجتهاد، حرم التطبير أو أيا من الشعائر الحسينية المتعارفة. ليس هنالك. الموجود فتاوى وأقوال وعبارات أفراد تقمصوا دور المرجعية وادعوا الاجتهاد دون أن تعترف بهم الحوزات العلمية. أفراد جاءوا وأعلنتهم السياسة والأحزاب مراجع وفقهاء وقادة لهذه الأمة وولاة لأمورها، أما مرجع مسلم به، لا تجد في تاريخ التشيع من حرم شيئا من الشعائر الحسينية وبالذات شعيرة التطبير المقدسة. وسبق منا أيضا التنبيه على أنه هذا الرجل الذي نقلتم عنه كلامه يعني ليس موردا لأن يحتج به أصلا، لأنه منحرف العقيدة، بتري جهارا نهارا على الملأ، عادى مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها وترضى على قاتليها أبي بكر وعمر، وقال عنهما وصفهما بالخليفتين، فأقر بشرعية خلافتيهما، وثم ترحم عليهما وقال رضوان الله تعالى عليهما. فهذا ليس رجلا نأخذ منه ديننا. أهل البيت الذين كان لهم موقف شرعي مبدئي أساسي تجاه الطاغية أبي بكر والطاغية عمر، أهل البيت الذين قالوا لا يقبل الله عمل من، مضمون الرواية، لا يصعد عمل ذلك الرجل الذي يعتقد بأبي بكر وعمر أو يرى لهما في الإسلام نصيبا، كما في الرواية، الرواية هكذا تقول أنه ثلاثة لا يصعد الله لا يصعد لهم عمل إلى السماء: من جحد إماما من الله، ومن جعل إماما لم يجعله الله، ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب.
أهل البيت الذين قالوا لو أن جبرائيل وميكائيل كان في قلبيهما ذرة من محبة أبي بكر وعمر لأكبهم الله على منخريهما في النار. هذا قول أهل البيت. فالذي يأتي ويناقض قول أهل البيت هذا خارج عن شيعة أهل البيت، هذا بتري منحرف. الذي يناقض موقف أهل البيت، موقف الزهراء صلوات الله عليها التي استشهدت وهي غاضبة بإجماع المسلمين على أبي بكر، ويأتي هذا الرجل ويقول رضي الله عن أبي بكر، إذن هو ليس من شيعة الزهراء ولا من أتباعها، فكفاها قبحا هذه العقيدة له، فكيف نأخذ منه أحكام ديننا وعلى أي أساس؟ سيما مع مثل هذه التعابير السوقية التي تصدر منه تجاه المؤمنين. ليت أنه استخدم مثل هذه التعابير تجاه أعداء الدين، ليته كانت عنده جرأة لأن يقول إني أرمي أبا بكر وعمر في البواليع مثلا. لا، ليست عنده جرأة على قتلة الزهراء، وإنما على شيعة الزهراء، شيعة الحسين، أنصار الحسين، الحسينيين الذين يريدون أن يعبرون بدمائهم عن ولائهم وفدائهم لأبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. هؤلاء يتحامل عليهم ويطيل لسانه عليهم. هذا نموذج لإنسان وقح. أما بالنسبة إلى صلب يعني إشكاله، فهذا إشكال الجاهل، والجاهل جهلا مركبا أيضا. لماذا؟ الآن نحن نعيش في الغرب، هاي الكم سنة اللي موجودين، ونرى في كل عام كيف أنه شعائر التطبير وإسالة الدماء تجري، ونلاحظ أيضا بعضا من الإنجليز وموظفي الصحة يأتون والشرطة البريطانية ويشاهدون، ولم نسمع واحدا من هؤلاء قال كلمة سلبية واحدة على هذه الشعائر. وأتذكر في تلك السنة التي يعني بعدما طبرت وكنت يعني مرهق طوال الليل، فسقطت يعني كنت تعب، يعني كنت تعب، فحملوني إلى الإسعاف، وبعد العلاج وكذا دار حديث يعني مع المسعفين البريطانيين، فسألهم أحد الأخوة اللي كان مرافق لي أنه ما هو رأيكم يعني في هاي الممارسة، فيعني أثنى يعني أو أنه بالنتيجة قدر الأمر، قال it's your faith أو شيء من هالقبيل، و we are يعني respect أو نحترم هذا المعتقد وطريقة تعبيركم عن هذا الأمر، لأنه حتى النصارى عندهم شيء من شعائر إسالة الدماء فيما يسمى بأسبوع الآلام. فعلى أي أساس هذا الرجل يقول بأنه هذا الأمر يسبب تنفيرا للغربيين، والحال أنهم لا، أنه لا يسبب لهم تنفيرا؟ على من يقيس؟ على من يقيس؟ يعني الغربيين حينما يستوعبون، لأن الغربيين كما ترى أناس عقلاء مثقفين إجمالا، فلما يستوعبون أنه هذه الحالة هي حالة قمة الاندماج الروحي في التعبير عن الولاء والفداء لشخصية مقدسة، إنسان يريد أن يجرح نفسه لكي يعبر بأنه بدماء هذه أفديك يا سيدي، شنو الإشكال في هذا؟ الغربي العقلاء ينظرون إلى هذا الأمر نظرة الإكبار والتبجيل، لأنه الدم من أغلى ما يملكه الإنسان، فأنت حينما تعبر بدمك يرتفع شأنك عند الآخرين. أنا قلت كرارا في سواء في الأجوبة أو في المحاضرات أنه مسألة أو إشاعة أنه التطبير والشعائر تسبب تنفيرا عند الغربيين هذه كذبة كبرى لا أصل لها، لا أصل لها، غير صحيحة أصلا، ماكو شيء من هذا القبيل، نحن نشاهد ونحن نلمس. يأتون ببعض الزعاطيط شباب الغربيين أو من أشبه هؤلاء يحتجون على كل الإسلام بكل شعائره بكل أحكامه، هؤلاء يستهزئون بالمرأة المحجبة، شنو يعني؟ هؤلاء نأخذهم مقياسا أم نأخذ العقلاء منهم مقياسا؟ هات لي أكاديميا غربيا أستاذ جامعة، أستاذ في علم النفس، أستاذ في علم
اجتماع، اسمع استاذ في علم الميثولوجيا، استاذ في هذا، في هذه المباحث، واعرض عليه هذه مسألة التطبير والشعائر، سالة الدماء ومواساة الحسين عليه السلام، وبين له فلسفة هذا الأمر، وانظر كيف يقيم. نحن جربنا هذا الأمر أيام وجودنا في الكويت. الأخوة أجروا مقابلة مع أحد أساتذة السوسيولوجي، دكتور بولس جوزيف الحلو اسمه، أي بولس جوزيف الحلو، هو دكتور نصراني لبناني في جامعة نصرانية في لبنان. فسئل أنه ماذا تقول في التطبير، ماذا تقول في هذه الممارسة، فقال ما مضمون كلامه أنه هذه من أقوى الممارسات التي تستذكر الآلام وتنعكس على وجدان الإنسان، شعور الإنسان، فتنعكس بالتالي على أفعاله، يعني يصبح مرتبطا بمنهج هذه الشخصية. قال هذا أمر جيد، وأثنى ثناء مطول الموجود، المقابلة منشورة في مجلة المنبر، بإمكان من شاء أن يطلع عليها. فهؤلاء هم العقلاء، ونحن إنما ننظر إلى العقلاء لا إلى السفلة، حتى هم الذين يعني يقيمون، يعني لا نذهب إلى سفلة الغربيين الذين يخرجون من الحانات ونقول لهم تعالوا قيموا لنا شعائرنا، يعني لا نفعل هذا، وإنما نأخذ أصحاب الثقافة، أصحاب العلم منهم، حتى نجاوب هؤلاء. إذا استفتيتهم، إذا راجعتهم، يقدرون ما تصنعه أنت من شعائر، يحترمون ذلك. كذلك الأمر بالنسبة إلى التشبيه، بعد التشبيه شنو به؟ نمثل ما جرى في موقعة الطف، تمثيل مسرحية، شنو الإشكال؟ يعني عجيب هذا العداء حقيقة لهؤلاء المعقدين تجاه الشعائر الحسينية. شنو الإشكال إنسان يمثل معركة الطف في الهايد بارك أو في غيرها من البساتين أو الساحات العامة في لندن وغير لندن؟ شنو المشكلة؟ هم يصنعون هذا. أنتم لاحظوا في بعض مناسباتهم، هم يعني أكو مناسبات تاريخية عندهم، حروب معينة، بالفعل يأتون بخيول وأفراد يلبسون لباس المحاربين وسيوف ورماح، وبالنتيجة يبدأون بممارسات في الشوارع في ميادين عامة، ويسموه أنه يوم سيرموني أو يوم مثلا معين، الكل هم يحتشدون وينظرون ويعجبون بهذه ويستذكرون تلك الواقعة، حوادث حروب البريطانية الفرنسية، حروب كثيرة. فما هي المشكلة في ذلك؟ يعني لا أتمكن من أن أفهم إلا العداء لمنهج سيد الشهداء صلوات الله عليه. يعني ماكو تفسير آخر، حالة أموية تعتمل في دماء هؤلاء سواء شعروا أم لم يشعروا. فنحن علينا أن يعني نفهم الأمور على ما ينبغي، يجب علينا أن نرجع إلى فقهائنا العدول، نرجع إلى أئمتنا صلوات الله عليهم. يعني إذا أئمتنا هم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله كان يوصينا بهذا العمل، عليكم بالمنقذة. قيل وما المنقذة يا رسول الله؟ ضرب الرأس بالسيف على فتر من الأنف، هاي المسافة، شوف هاي فتر، هذا من الإبهام إلى السبابة، هاي مسافة فتر تسمى، مثل هاي الشبر، هاي فتر يسمى، من طرف الأنف هكذا، شوف وين يوصل، على الربع الأول أو الثلث الأول من الرأس، موقع اللي الناس عادة تضرب. هذا مفيد للإنسان، هذه حجامة، ورسول الله سماها المنقذة، وفي رواية أخرى المغيثة، يعني تغيث من الأمراض، تنقذ من الأمراض، وهذا الأمر ثابت طبيا، أنه هذه الحجامة من يحجم رأسه دائما ويطبر في كل عام، هذا تبتعد عنه السكتة الدماغية، تبتعد عنه الجلطات، لأنه يخرج الدم الفاسد من الرأس، ينقي الرأس. فهذا أمر جيد. يعني ماذا نفعل؟ هذا جزء من تراثنا، يعني ماذا نفعل؟ هم ثابت عندنا في مصادرنا، ثابت في مصادر المخالفين، جزء من تعاليمنا النبوية الشريفة، نروح نهمله من أجل أنه على فرض، خفل نفترض كل الغربيين ضد هذا الأمر، شو علينا إحنا؟ لكم دينكم ولي دين، أنا هذه ممارساتي، هذه شعائري، هذا ديني وأنا أعتز به، أنت اللي في عقلك خلل اللي ما قادر تفهم، مو شأني هذا. الغربيين كثير منهم يحتجون حتى على الحج، يقولون هذا الحج ممارسات خرافية، وكل
الناس تجتمع على صخرة ترميها وتزعم أن الشيطان هناك وتذبح ملايين الخراف في كل سنة وهالأشياء ومرض وكذا وناس يقتلون في الحج، تعلمون كل سنة الناس يموتون في الحج بسبب التدافع بسبب المشاكل. نبطل الحج إحنا؟ نبطل شعيرة الحج من أجل عيون هؤلاء؟ مو صحيح. هذا منهج خطأ، هذا منهج انهزامي، منهج فيه يعاني الإنسان فيه من عقدة نقص. فلا نأخذ إحنا بأقوال أمثال يعني هؤلاء من المتردية والنطيح.